خير؟ ازيك يا عم ايمن؟ اهلا. ازيك يا عم كيمو؟ متاخر عليا ليه؟ معلش بقى يا عم ايمن، ما هو الشريك كان حلو قوي بصراحه، قلت مش هينفع اسيبه ولا اشوفه تاني. ليش يا سيدي؟ يا لهوي، كل دي افلام؟ مين دي؟ دي واحده جديده بتشتغل عندنا، فانا قلت اجيبها معانا عشان لو انا مش فاضي تبقى هي تيجي تودي الشريط. ودي هتعرف تجيبه وتودي الشرايط؟ دول بيبقوا بهايم يا عم. عيب عليك، ما تقلقش. المهم بس قول لي اخبار الشرايط ام خمسه ايه؟ بقت بستة يا صاحبي. ليه يا عم ايمن كده؟ ما هي كانت من شهر باربعة بس. يا عم انا بجيبهم بصعوبة، وبعدين الطلب عليهم كتير، وبعدين يعني فتح معايا كده عشان نعلمها. شريط ابو ستة بستة ولا ايه؟ ماشي يا عم. خد بقى ده شريط مني ليك، لسه نازل حالا، تمام؟ محدش شافه غير اتنين بس. لسه نازل؟ هات كده، هو بخمسة بس. حبيبي. ماشي يا سيدي. بتعملي ايه يا بت؟ ايه ده؟ انت عملت ايه في الشريط؟ والله ما عملت حاجه. ازاي تفتح الشريط كده؟ انت عارف لو كان حصل له حاجه كنت سودت عيشتك. والله ما اقصد. والله معلش يا مايم، حصل خير؟ ينفع كده كريم؟ معلش مش قصدها. معلش بقى ما تعملش كده تاني يا اخوخه. ماشي والله خلاص، حقك عليا يا اخوي، حقك عليا. خلاص بقى يا مايم، مش عايز اي حاجه. انتري. حصل خير يا سيدي. ماشي يا مايم، يلا يا اخوخ، يلا بينا. ماشي. جاتكم القرف بهايم. اخوخه. ايوه يا استاذ. انا هخش انام شويه، ما تخليش العيال تصحيني لغايه اما البيج، فاهمه؟ نوم العواف. في حاجه يا كريم؟ لا مفيش، انا هسرق بس الفيديو والبسها فيك انت. يا لهوي، هو انا عملت لك حاجه؟ بهزر معاك يا مخبول، تفضلي كده لحد امتى يعني؟ طب اساعدك في حاجه؟ لا خليكي زي ما انتي، انا هاخد الفيديو ده هوصله في التلفزيون عندي. بقول لك ايه، انا هنام، اوعي تفتحي عليا الباب ولا تصحيني. انت مش قلت هتتفرج على التلفزيون؟ هتفرج وانا نايم. اسكتي انت بس وتفتحيش عليا الباب. ماشي؟ ايه بقى الكلام ده؟ انت هترقد ولا هتتفرج على التلفزيون؟ مالكيش دعوه انتي، انا هتفرج وانا نايم، المهم انت اوعي تفتح عليا الباب، فاهمه؟ انت بتفرج كويس. شقه ماما ايه اللي نعيش فيها يا بنتي؟ مش هينفع يا حبيبي. فيها ايه بس؟ ده احنا كده هنوفر ونتجوز بسرعه. يا سلام، فرحتي انا لما اتجوز بسرعه بعيش حياتي كلها متكتف. هو متكتف ليه ان شاء الله؟ متكتف ليه؟ اصل انا شكرا ميرسي. قبل ما بنام بسيب دماغي في اوضه ورجلي في اوضه وايدي في اوضه ثالثه خالص. يعني ايه يا بنتي؟ انت بتفكريش يا بنتي الزوج مننا ما بيرتاحش غير مع مراته في بيته وحماره. يا حبيبي يعني احنا هنعيش في الصاله؟ ما احنا برضه هيبقى لنا اوضتنا مقفوله علينا. برضه لا. بعدين انت عبيطه ولا ايه؟ ده انت اساسا المفروض تقنعيني نعيش لوحدنا، تيجي تقولي نعيش مع ماما. طب بص كل لقمه كده وفكر هتلاقي فكره حلوه. مش عايز. بعدين فكرت ومش عايز. انا مش عارفه انت عامل كده ليه يا حبيبي. انا بسهلها عليك وانت تصعبها. بقول لك ايه، سيبك من جو تسهلها وتصعبها. ده قولي لي بقى، الفكره دي بتاعتك اساسا ولا بتاعت تغريب؟ فكرتي انا طبعا. ماشي يا تغريب. ماشي. وانت ليكي رؤى معايا، عارفه ليه ولا مش عارفه؟ عشان بتسيبي ودنك الجميله دي لاي حد يقعد يرغي 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 ومش بعيد يبوظ لك حياتك. يا بنتي ده ناقص تقول لنا نشرب ايه ونخلف امتى ونعمل ايه؟ ايه ده، في ايمان؟ هو انت قافش ليه اللي هي اللي قايله لي؟ قلت لك فكرتي انا. طب نفرض مثلا ان هي اللي قالت لي، ما هي برضو مامتك وعايزه مصلحتك. ريم الكلام خلص، وعدي يومك على خير لو سمحتي. طب خلاص خلاص بقى خلاص، هو احنا خارجين نتبسط ولا نتعكن؟ قولي لنفسك ستان. الله. طب بحبك بقى، فك التكشيره دي بقى.
شايفاني يا بنتي؟ يا مدام اصبري عليا شويه. ردي علينا يا رشا، شايفانا؟ طمنينا. ايوه انا شايفك يا توحى، الحمد لله انا شايفاكي. يا حبيبتي يا حبيبتي الحمد لله، الف حمد وشكر لك يا رب، الحمد لله. شكرا يا دكتور، ربنا يخليك لينا. الحمد لله يا رب، الحمد لله. هتلبس نظاره ثانيه يا دكتور؟ مش انا بنحتاج النظاره بعد كده. الحمد لله رب العالمين. يا حبيبتي يا رشا، يا لهوي، انا ما كنتش مصدقه نفسي اليوم اللي هتفتحي فيه. انا كان هين عليا اديكي عينيا تشوفي بيها. انا كنت خايفه ما افتحش وما اشوفكيش تاني ابدا يا توحى. حبيبتي كنت خيرك يا توحى، والله جميلك ده ما هنسى العمر كله. بس اسمعي بقى، الدكتور قال لا تتعرضي للشمس ولا ضوء جامد، سامعه ولا لا؟ سامعه. انتوا عندكم ضوء الشمس ولا عندكم ضوء من اساسه؟ انت عندك كلها هي لمبه مدخمسه. لا توحى، لكن امك ما تشوفهاش مش كده؟ خساره فيك الدمعتين، وقريتي عليكي وتبقي تعبانه. يا لهوي شوفي الولايه يا ولاد، انت لسه كنت عماله تقولي توحه توحه، غيرتي اوام؟ لا طبعا يا ماما، انا ماديش غيرك انت وتوحه. يا حبيبتي يا رشا، يا حبيبتي الحمد لله رب العالمين، يا رب اشوفك عروسه يا حبيبتي. هتتلم شويه، هو ده وقته. يا لهوي يا اختي، وبعدين ايه اللي حاصل؟ فضلت ابص شويه لقيت الدنيا بتلف بيا وركبي ثابت، رحت جاري على المطبخ قبل ما اقع. يخرب بيتك بنت هبله، بقى تبقى قدامك فرصه يا بنت زي دي وتسيبيها وتجري على المطبخ؟ تعمل ايه يعني؟ تمسكي في الواد ده، الواد كان في ايدك زي حته الحلاوه، تهجمي عليه وتخلصي الموقف. وانت عايزاها تدخله ليه يعني؟ حبا في الوساخه وقله الادب؟ لا يا اختي، تملك الواد تحطه في عبها، تبقى ملكاه كده زي الخاتم في صباعها. كنت هستفاد ايه بقى؟ انا طول عمري بقول ان انا عارفه اتنين هبل. لا يا اختي انا فاهماكي كويس. فهماني؟ وانت اصلا لو بتفهمي حاجه في الدنيا كان ده بقى حالك. ايه ده؟ ايه ده اللي في ايدك ده؟ يا نهار اسود ومنيل، سرقتيه من بيت مين؟ سرقت ده ايه؟ ده الراجل الكبير جابهم لي لحد رجليا وقال لي اتفضلي يا توحه، خدي الرزم دي وخدي الذهب ده. ايه يعني شبكه ومهره هيتجوزك؟ لا يا هبله، انا ما عملتش زيك، انا مسكت في الفرصه اللي جات لي بايديا واسناني. وبعدين هي الناس اللي زي دي تبص لنا ولا تتجوزنا؟ انا فضلت مسيطره على الراجل لغايه ما جبته على بوزه، والنتيجه اهي فلوس وذهب. طول عمري ومن ساعه ما شفتك على السلم هنا بقول عليكي مش سهله. توحه تعملي ايه بالظبط عشان يدولك الحاجات دي؟